دكتور مناف اكو نجاح يقول لك اكو اتفاقات لا بالعكس اكو يعني انت شو وقت شفت السيد الشيخ قيس الخزعلي يدفع باتجاه السوداني؟ شو وقت شفت السيد عمار الحكيم حيدر العبادي السنه الكرد يا اخي الكرد هاي ذاك اليوم تصافوا مع السيد محمد الشيع السوداني؟ اقصد ماكو مثبطات يعني سياسيه داخليه واكو تعاون فقط امريكي. تفضل. إذا سمحت لي تغريدة لسيد الحكيم نقلت عنه يعني قال بما معنى أنه عملية بناء مجسرات لا يعني نجاح الحكومة. وقال هذا المالكي قليل تصريح السيد المالكي. لا 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 السيد عمار أيضا له تصريح بهذا الاتجاه. وإذا حب يعني إذا رغبت أبعث لك إياه على الواتساب أنا تصريح موجود عندي يعني مو يعني مو بعيد بالجسم. ثانيا الأستاذ حيدر يشكك بس التحالف المقبل ترى عمار الحكيم والسيد العبادي موجودة عندي وأنا الأبدا أستاذ حيدر بين الأبدا وبين المؤبدا اكو عندي على الواتساب واقدر اعرض لك اياه على الشاشه. زين مو مثل تصريح ابو فدك الان اللي شكك به هو صوتي لو تغريده لا مو أشكك هم عندي صوره لا وصوت لا اذا عجبك بي. اذا ما سامعه أنا ممكن ابعث لك. هي عمليه الدفاع يا سيد حيدر مو تعني انه انكر الحقائق يعني اذا اكو اشياء مسجله صوره وصوت هذا مو ما لا ما لا ما دفاع بعدين عن شنو النجاح مساله نسبيه أبداً. لا ما قاطعت استاذ حيدر اذا سمحت لي وقتك اذا سمحت لي انا ما قاطعتك. مساله النجاح مساله نسبيه يعني انت تنظر من جانب معين بالنتيجه تدعي نجاح. هو نجاح لحد هذه اللحظه لم ينجز. يعني انت تتوقع واحترم وجهه النظر هذه بالنسبه لديك سواء كانت دفاعا او سواء كانت وجهه نظر حقيقيه يعني نابعه عن عمليه تحليل. بالنتيجه انا اقول المشكله واضحه. يعني مثلا السيد حيدر يقول فصيلين يعني شنو الفصيلين ذني ذابيهم بالشط الجماعه الاخوان في الاطار التنسيقي. يعني اضرب لك مثل اخر اليوم الاطار التنسيقي هل مستعد ان يتصادم مع الكتائب ومع النجباء ويقف مع الامريكان او يمنع عملية ضربة بالأمريكان؟ هل القائد العام للقوات المسلحة قادر على أن يمنع تصريحات في المؤسسة التابعة لها اللي هي مؤسسة الحشد الشعبي أو يمنع حتى تنقل قوات أمريكية؟ أنا أتساءل بهذا الشكل. إذا كان السيد القائد العام رئيس الوزراء قادر فأعتبر أن هنالك نجاح كبير وأن هنالك خطوات باتجاه يعني رسم العلاقة المستدامة كما يقول على مع الأخوان الأمريكان. أما إذا كان الحديث فقط لقاءات الهدوء الأخير شو تفسر؟ أقنع أي هدوء؟ السوداني أقنع الكثير متفق عليه. طلعوا الأخوان في رمضان إذا سمعت لي سيد العزيز طلعوا الأخوان في قادة الفصائل في رمضان وأرسلوا رسائل صورة وصوتها موجودة حتى لا تقول عليها في النجباء في كتاب حزب الله قالوا رسالة إلى السيد رئيس الوزراء هدوءنا وهدنتنا كانت لإخراج القوات الأمريكية ذهاب إلى أمريكا. إذا لم يتضمن عملية إخراج القوات الأمريكية فإننا سوف نعود ولا نحتاج إلى قرار ولا نحتاج إلى موافقة أحد. سوف نعود إلى عملية ضرب القوات الأمريكية. هذه تصريحات من قبل قيادات في هذين الفصيلين اللي يقول أستاذ حيدر هم مو بالحكومة مو بالإطار. وأنا أقول له يعني هم مو بالحكومة مو بالإطار صحيح. اليوم الإطار قادر على إيقافهم لو قادر على منعهم في حال ضربت هذه القوات. مع من سيصطف رئيس الوزراء إذا ردوا الأمريكان؟ مع الأمريكان لو مع هذه الفصائل اللي هي أيضا يبترض فصائل تابعة للحشد الشعبي.